الرحال. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. فنحن نطبق سنة عظيمة ألا وهي شد الرحال. أنا دائما في رحلاتي أركز على موضوع كبير وموضوع مهم جدا، موضوع عقدي مهم جدا، وهو النية. نخليها سلامات بس نوصل الرحالة، وبعد الرحالة نتكلم أحسن. ماشي يلا. يعني فيها أجور غير مرئية يعني لبعض الناس. أنا دائما في رحلاتي أركز على موضوع مهم جدا، موضوع عقدي يعني يهم كل مسلم وكل عبد في هذه الدنيا، ألا وهو موضوع النية. النية، صحيح البخاري، والبخاري عندما يعني وضع كتاب، وطبعا صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، فأول حديث وضعه في كتابه وافتتح في كتاب صحيح البخاري هو حديث النية. ليه؟ لأن النية هي أعظم شيء، يعني هي النية هي مربوطة بالعمل، والعمل هو من يقود الإنسان إلى خير أو إلى شر. حياتنا كلها مبنية على هذا العمل، والعمل مربوط في النية. فماذا قال؟ قال سمعت عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إن تكلمنا على الأعمال، إنما الأعمال بالنيات، إذن حياتنا كلها مبنية على هذا العمل، والعمل مربوط بهذه النية. أنت ما تستطيع أن تعمل عمل إلا أن تنوي قبل أن تعمل أي عمل، ولذلك النية هي أساس العمل. وقبول هذا العمل
وقبول هذه النية لها ثلاثة شروط، أنا أختصرها يعني سريع حتى يعني تأخذ راحتكم. فأول شرط هو الإخلاص لله عز وجل، لابد أن تكون هذه النية نية العمل أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، لأن أعمالنا كلها لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله عز وجل خلقنا في هذه الدنيا من أجل العبادة، خلقنا للعبادة وكفل لنا الرزق، علينا أن نعبده وكفل لنا الرزق، ولكن كفالة الرزق لابد لها من سعي. فإذا الإخلاص لله عز وجل أول شرط. الشرط الثاني أن يكون هذا العمل على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، تكون هذه النية يكون هذا العمل مطابق لسنة محمد، فعله محمد وفعله أصحاب محمد، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث هو أن يكون مسلما. يعني كثير من أثرياء العالم قد يتصدق يعمل له عمل عظيم ويكون لله يعني يعني من الأعمال الصالحة، لكنه مسلم فلا يقبل منه العمل. فهذه ثلاثة شروط اللي مربوطة بالنية، لابد من استحضار النية، لابد من استحضار النية في هذه في الأعمال الصالحة. يعني الإنسان ما ينتظر لين نوصل لين الحرم، يعني نوصل للفندق بعد كذا نروح لين الحرم ونبدأ بالأعمال الصالحة. ما شاء الله تبارك الرحمن، هاي الاستراحة من شهرين جينا وهلأ جينا، هاي الاستراحة هاي الأمانة الاستراحة. إنه برد، في شالات طوائي لحشات. الجامع جامع صغير. جنب الحرم بالضبط، ما شاء الله تبارك. ها الفطور بوفيه،
ما وصلنا أذان الصبح، رح صلاة الصبح. هذا الحرم الله يطمن من كل الشهيد. ما شاء الله الجو روعة. ما شاء الله تبارك الله. غرفتنا